أشاد كل من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بما تحقق من إنجاز حقوقي جديد لمملكة البحرين وفق تقرير حقوق الإنسان والديمقراطية الذي تصدره الخارجية البريطانية والكومنولث سنويا. نعم، حيث تضمن التقرير البريطاني إشادة بالانتخابات النيابية السليمة والمنظمة وما شهدته من زيادة الإقبال على المشاركة في الانتخابات وزيادة المشاركة النسائية. تواصل مملكة البحرين تعزيز نهجها الراسخ في حماية وصون حقوق الإنسان باعتبارها جزءاً أصيلاً من تاريخها الحضاري والإنساني الذي نهض على أسس وقيم الإنسانية والعدالة منذ القدم وجعل منها منارة وملتقى للحضارة والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان. وتمتلك مملكة البحرين سجلا متميزا في احترام وتعزيز حقوق الإنسان وذلك بشهادة العديد من الدول والمنظمات الدولية التي أثنت على الإنجازات والمبادرات الرائدة للمملكة في جميع الميادين وآخرها التقرير الذي صدر عن وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث بإزالة مملكة البحرين من قائمة الدول المصنفة كدول ذات الأولوية لحقوق الإنسان والذي يعكس الإنجازات الحقوقية المهمة للمملكة حيث تضمن التقرير البريطاني إشادة بالانتخابات النيابية التي أجريت في المملكة العام الماضي والتي تمت مراقبتها من قبل مؤسسات المجتمع المدني في البحرين معتبرا التقرير أن الانتخابات كانت سليمة ومنظمة. كما لفت التقرير إلى زيادة الإقبال على المشاركة في الانتخابات وكذلك زيادة المشاركة النسائية لا سيما من مختلف محافظات ومناطق المملكة. كما أبرز التقرير مواصلة البحرين التمسك بتقاليدها العريقة في احترام التعايش الديني بين مختلف الطوائف. نرحب بإزالة البحرين من قائمة الدول ذات الأولوية لحقوق الإنسان. هذا القرار يعكس التقدم المستمر والمنهجي في مجموعة من مجالات حقوق الإنسان على مدى سنوات طويلة. وقد ترسخ هذا النهج الثابت بفضل الجهود المتواصلة التي يقودها جلالة الملك المعظم لحفظ وحماية حقوق الإنسان بمساندة مشهودة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وذلك عبر العديد من الضمانات التي اشتمل عليها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين لكفالة حقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى جانب منظومة شاملة من التشريعات والقوانين التي تعمل على صيانة وحماية هذه الحقوق وضمان المساواة أمام القانون دون تفرقة أو تمييز.